مشاكل حقوقيه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له من تستطيع الانفاق منه. هنا التطليق للحبس يشترط حاجه في نوع العقوبه ويتشترط حاجه في مده رفع الدعوه بعد الحبس. في نوع العقوبه قال لازم تكون العقوبه طبعا حبس عشان ده تطليق للحبس، وطبعا حد هيقول لي طب السجن، اقول له طبعا السجن زي الحبس، يعني الحبس هنا مقصود بيه تقييد الحريه، عقوبه مقيده للحريه. تمام؟ وان العقوبه دي تكون نهائيه وان تكون مده 3 سنين فاقصى. اما الشرط اللي بيتعلق بمده رفع الدعوه فان الدعوه دي ما تترفعش الا بعد مضي سنه من حبسه. فهنا في خلاف وخاصه الزميلات الحقوقيات بيتكلموا عليه، ليه اصبر سنه؟ يعني ايه اللي يخليني استنى سنه؟ الزوج اتحبس ومحكوم عليه؟ هيقضيها تمام 3 سنين، فالسنه هيقضيها ومش هيخرج وبالتالي يعني. لكن فلسفه النص الحقيقه النص ليه اكثر من فلسفه. انه قال حكم نهائي وليس حكم بات. وقد يلغى الحكم قبل مضي السنه. فبالتالي هذه السنة فرصة لأن الحكم ده تحدث فيه أي مراجعة. الحاجة الثانية قد هي ترضى بعد، يعني حكم نهائي، الحكم عليه إنه نهائيا، الحكم عليه نهائيا، الحكم مش بات، ما اشترطش إنه يكون الحكم بات، وبالتالي قد يكون الحكم بعد كده يلغى من محكمة الله. الحاجة الثانية برضو إن هو قال لك إن دي فرصة للمراجعة، يعني يمكن الزوجة في بداية هذا الحبس يكون في نوع من يعني إيه من الكراهية أو الضغينة أو الضجر أو الضيق، لكن بعد كده تهدأ وتفضل أو ترجح حال الأسرة. فبالتالي دي حكمة من السنة. طبعا أنا ما برجحش اللي يقول أه وما برجحش اللي يقول لأ، لكن أنا دايما دايما أنا في مسائل الأسرة أنا مش مع النص ده الحقيقة لا يمين ولا شمال، لكن أنا نفسي يعطى للقاضي سلطة تقديرية، بمعنى كل حالة يا جماعة مختلفة عن التانية. فلازم القاضي يبقى عنده سلطة تقديرية نوسعها له ونحسن اختيار القضاء في مسائل الأسرة. وحتى في مسائل الحضانة بقول الكلام ده دايما، وحتى فيما يتعلق بحقوق الصغير دايما للأسف في السلطة، حتى مثلا في ترتيب الحضانات. يعني أنا حتى الآن أنا جملة وتفصيلا ضد ترتيب الحاضنات، وانا مش انا شايف ان احنا عشان نتقيد باراء فقهيه مفيش ترتيب للحاضنات اطلاقا، يعني لا حق واضح في ترتيب الحضانه في الشرع الا حق الام في انها تكون اول حاضنه. لكن عشان يبقى الامر تحكمي في اقوال فقهيه ان انا مثلا افضل اخت او بنت الخاله على الاب، يعني مساله انا 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 بشوف انا رايي الشخصي يعني اشوف انه الام ثم ام الام ثم الاب قبل ام الاب. مش مختلفين بس يعني الاب هيوفر له هذه العنايه حتى لو بالخلوه. لكن اقصد ايه؟ انا نفسي الموضوع ايه ما يبقاش بقى في ترتيب، يعني اقول الام اه لكن بعد كده اسيب السلطه التقديريه للقاضي واختار القاضي الكفء. فبالتالي هو اللي يعرف يشوف مصلحه هذا الصغير فين. والله لو مصلحه الصغير ده ان انا اتخطى 3-4 في ترتيب الحضانات عشان مصلحه هذا الصغير، عشان هو بيفضل يعيش مع خالته مش مع اخته لامه، لا اوديه لخالته وهكذا. يجي بعد كده صوره اخرى من صور التطليق ايضا بنخلط بينها. اتفضل يا فندم. بالنسبه لموضوع السنه، هو خد حبس احتياطي قعد سنه، حكم عليه مثلا 3 سنين، ينفع بعد السنه ليه الحبس الاحتياطي اقصر؟ ده كلام انا احب دايما الاسئله اللي فيها ده. هو بس خل مش بعد الحبس الاحتياطي، هو القانون اشترط لا، لو قعد 10 سنين محبوس احتياطي لا. ليه؟ لانه قال عقوبه نهائيه. لكن لو قعد حبس احتياطي وبعد السنه مباشره صدر الحكم بال3 سنين، استنى سنه جديده لا. الله ينور عليك، يبقى مش هستنى. بس ايه هو شرط ان تكون عقوبه؟ لما طول ما محبوس احتياطي مفيش اي عقوبه نهائيه، صح؟ ايوه يبقى ايه؟ انا معاك هتتحسب بس لازم يصدر الحكم. انما طول ما الحكم ما صدرش ما اقدرش ارفعه. فاهمني؟ لكن هي هتتحسب، بمعنى هو اتحكم النهارده ب3 سنين كان مقضي منهم سنه، اقدر ارفع الدعوه. بعد كده التطليق لعدم الانفاق، وده برضه نركز فيه يا جماعه لاننا للاسف الشديد بناخد
عدم الانفاق صورة من صور الضرر، ومحدش خالص بيفكر يعمل نص التطبيق لعدم الانفاق اللي جه في القانون 25 بقى سنة 20، مش القانون 25 سنة 29 اللي جه في القانون الأقدم. اتفضل يا فندم. اتفضل. ماذا لو كان الزوج في حالة اعتقال؟ الزوج المعتقل. كويس. اولا طبعا ايه؟ تماشيا مع اللي الدولة بتقوله ان ما بقاش في اعتقال. فبقت ان كل الحبس اللي موجود دلوقتي بقرارات نيابة. يعني فعلا عمليا دلوقتي ما عندناش اعتقال، لكن ايام ما كان في اعتقال ما فيش هنا حبس نهائي. ما فيش شرط عقوبة مقيدة للحرية اكتر من 3 سنين بحكم نهائي. طبعا ما فيش حكم نهائي الاعتقال، ما فيش حكم نهائي الاعتقال كان بيبقى في قانون الطوارئ بقرار من وزير الداخلية وبالتالي ما ينطبقش. لكن طبعا خلاص دلوقتي فعلا في ظل ان احنا حاليا قانونا بقول قانونا عشان ما نخش في جدليات سياسية، ما عندناش حالة طوارئ حتى لو كان واقعا نعيش طوارئ. اتفضل. دلوقتي الحالة العملية في الغالب بتكون معظم الأسباب دي مرتبطة ببعض. كويس. يعني بيكون السبب يعني الطلاق للهاجم مرتبط بالطلاق للضرر مرتبط بالطلاق لعدم الإنفاق. كويس. يعني واحد يسافر تمام مفيش نفقة على زوجته. مش مختلفين، مش مختلفين. في ضرر طبعا. يمكن حضرتك ما بدأتش معانا من البداية. الافضل عدم الدعوة تبقى مرفوعة. ما انا عشان كده انا هجاوب. انا فهمت انا فهمت السؤال انا فهمت السؤال عشان كده بقول لحضرتك ما حضرتش مع البداية. اهمية التفرقة بين صور التطليق هي ايه؟ ان انا اعرف ما يمكن الجمع بينه وما لا يمكن الجمع بينه، رقم واحد، وهقولها لك تاني دلوقتي. رقم اتنين، ان انا النصوص المحددة لطلباتي. يعني مثلا حضرتك بتقول ان الضرر، كل اللي احنا بنقوله ده صور من صور الضرر، لكن القانون الضرر العام المفتوح اللي يخش تحتيه اي ايذاء حدد له نص. وبعض صور الضرر زي التطليق للغيبه، زي التطليق للحبس، زي التطليق للزواج باخرى، زي التطليق لاستحكام الخلاف، حدد لها نصوص اخرى. فلو حضرتك عندك اكتر من صوره من صور الضرر تقدر تجمع بينهم بشرط انك تحدد طلباتك وتحدد وفقا لانهي نصوص، مع مراعاه اخطر حاجه، اخطر جمع اللي ما تجمعوش ابدا. اجمع زي ما انت عايز بس مع ضبط نصوصك وضبط طلباتك. الجمع اللي ما تجمعوش الضرر واستحكام الخلاف، لان ده يؤذيك. بمعنى ايه؟ احنا قلنا في البدايه ان اعتراض الطاعه تقدر الزوجه تضيف طلب مضاف بطلب التطليق. التطليق ده لازم تطلبه لاستحكام الخلاف، لان لو طلبته للضرر هيبقى القاضي يملك انه يطلق او ما يطلقش. انما لو طلبته لاستحكام الخلاف يبقى القاضي لا يملك انه الا انه يطلق، لازم يطلق. بس كل اللي يملكه ايه؟ انه يدي الحقوق الشرعيه كامله او انه يديها نصها او ما يديهاش خالص. فبالتالي فهمي انا لهذه النصوص مهم في ايه؟ ان انا ممكن اطلب التطليق للضرر وابنيه على التطليق لعدم الانفاق وما حققش اسباب الشرط اللي جاي في عدم الانفاق، فانت هتاخد رفض فقول ده المحكمه ظلمتني. لا، انا اللي ما عرفتش اسس دعواي. فعشان كده اللي بتقوله حضرتك من حيث جواز جمع الصور بين بعض صور الضرر في دعوى التطليق صحيح، مع مراعاه انه يجب تحديد كل صوره على حده بالنصوص التي تستند ليها، وتحديد ذلك في طلباتك، ومع مراعاه عدم جواز الجمع بين طلب التطليق للضرر وطلب التطليق للشقاق في شأن الاعتراض على في شأن الطلب المضاف بالاعتراض على الطاعه. التطليق لعدم الانفاق يا جماعه ده بقى ليه نص لوحده. عشان كده بص حضرتك لما تيجي تقول ايه التطليق للضرر وحيث نصت الماده 6 مش عارف ايه وحيث انه امتنع عنها ولا ينفق عليها مش عارف ايه، الماده بقى 4 من القانون من 25 سنه 20 بتقول ايه؟ اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله. فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال. يبقى حضرتك معاك حكم نفقة ما بينفذوش. يبقى ما تروحش ترفع دعوة تطليق للضرر وأنت ما عندكش أدلة تقول له دعوة تطليق لعدم الإنفاق. وتقول له أنا أهو وخدت حكم عليه بالنفقة وما بينفذش هذا الحكم. فالقاضي يقول له عندك فلوس؟ تمام؟ فلا يقول ان هو معسر او ما يثبتش ان هو معسر يعني. ولا يدفع الفلوس طلق عليه القاضي في الحال.
وريح نفسي ان انا اخش في الشهود واثبات الشهود وكانها هتبقى اشبه بدعوى الحبس. باذن الله عنده هيدفع ولا مش هيدفع، عنده فلوس ولا ما عندوش فلوس، وان ادعى العجز. يعني هتقول لي كمان طب افرض قال انه معصر، النص ما سابوش، قال لك وان ادعى العجز فان لم يثبته، اذا ما اثبتش العجز عيب الاثبات عليه هو، طلق عليه حالا، وان اثبته امهله مده لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك. النص ده كتير بقوله في معظم اللقاءات المتعلقة بالأسرة، وبعض الزملاء المحامين كأنهم بيسمعوه لأول مرة. يعني كثير كلنا بنروح نرفع دعوة، هاتوا كل دعوة التطليق، هاتوا النماذج، حتى تلاقي إيه دعوة تطليق للضرر، واجب دعوة تطليق للضرر حاضر، واجب دعوة تطليق للضرر بحيث أنه امتنع عن الإنفاق عليها وتركها بلا نفقة ولا منفق، مش عارفين. ما بتكلمش خالص عن هذا النص اللي بيتكلم عن التطليق للغيبه. اتفضل حضرتك وبعد كده حضرتك. لو هو قال دلوقتي الزوجه نفذت حقوق النفقه في بنك مصر، اه هو بنك مصر ممكن ان هو ما يسددش، كويس اثبت ازاي بقى ان هو ما بينفقش، ولا طب ما انت بتاخده من بنك مصر؟ لا ما هو بص، التطليق لعدم الانفاق معناه ان الزوجه مش متضرره من حاجه غير الانفاق. لو مفيش ضرر، ما هو الضرر كده هيتمحي من اللي هي بتاخد من بنك مصر. بالظبط. طب لو انا دلوقتي ما هي برضه عايز اخد فلوس وعايز اطلع السبب دوت، لا ما هنا لا ما ينفعش. هنا مجمع الدليل هو اسمه تطليق لعدم الانفاق. هي ده سببها الوحيد، هو كل حاجه زي الفل بس الراجل ما بيصرفش فبينفق عليها. وقيس على ذلك مش شرط بنك مصر، افرض ابوه هيصرف بدان، افرض اخوه هيصرف بدان، اهلا وسهلا. يعني جاب ضامن، جاب كفيل، مفيش مشكله. هو بنك مصر هنا كانه جاب كفيل. طبعا استاذ عادل، استاذ هنا وبعد كده حضرتك اتفضل. للسبب ده ما ينفعش. بالظبط. ما تلجاش بالظبط، ما تلجاش. اتفضل. اه. يا جماعه نسمع بعض، نسمع بعض بعد اذنكم، اتفضل. اه. في حاجه بالقانون بتنص ان هو يقدر ان هو يجيبها. هنا دي بقى هتخش في الطاعه، مش هتخش في الطاعه، مش في التطليق. يعني هنا هو ده اللي جابها هنا طلب الطاعه، يعني انت فاهمني؟ لا هو ملزم ينفق عليها. يعني الالزام الزوجه بالنفقه لا يعوق سوى امتناع الزوجة عن طاعته، عشان كده الأثر المترتب على الطاعة إيه؟ إن هي تعتبر ناشز. النشوز معناه إيه؟ معناه إن هو ما يبقاش فيه إنفاق بالنسبة لها، هو ده الأثر المترتب على الطاعة، فبالتالي النفقة مرتبطة بالطاعة، وفي الحالة إذا امتنعت إن هي تنتقل إليه، ففي الحالة دي تعتبر يقدر يوجه لها إنذار بالطاعة، وإن كان طبعًا خارج الحدود؟ لا، يعني اذا كان مسكن الزوجيه المعد خارج مصر الامر هيرجع هنا لاختيارها، الا اذا كانت قابله ذلك. الا اذا ما انا بقول لك خارج انا بقول لك حتى لو خارج مش في البلد اللي هي فيها، حتى لو هي عايشه في القاهره وقال لها انا عايزك في سوهاج، عايزك في الفيوم، لا هي المساله فيها سلطه تقديريه للقاضي في مساله صلاحيه مسكن الطاعه في هذه الحاله، لكن الراجح انه لا يصح لا يكون مسكن الطاعه صحيحا في هذه الحاله طالما بتبعد الزوجه عن اهلها. استاذ عادل وبعد كده هاجي هنا. حاله ان الحكم مثلا صار لها نفقه مثلا 2000 جنيه، اه يبقى هنا في تطليق لعدم الانفاق معاك. اذا كان التنفيذ للنفقه جزئي ما بيصرفش كامل النفقه، لا هنا الامتناع عن الانفاق سواء كان كلي او جزئي. اتفضل. كده تطليق لعدم الانفاق هو تطليق راجع. اه طبعا لسه جايه، لسه جايه يا جماعه، لسه جايه، لسه انا قلت نص اربعه، الماده اربعه لسه خمسه وسته. لا وعلى فكره رائع اللي حضرتك بتقوله، يعني ده بيدلل ان احنا صاحيين ومنتبهين وعارفين كمان، وهي ده تبادل المعلومات. يبقى الزوج يطلق. طب نكمل عشان بص هو التقطيع ده خلانا ايه غابت، لا مش قصدي مش الوقت، غابت المعلومه كامله. فالاستاذ هنا قال لك ايه، الناس هتفهم غلط ان ده تطليق يقع بائن بينما هو تطليق راجعي، يعني تطليق الأذى. فنكمل الثلاث نصوص الماده 4 5 6 ممكن نبقى نقلب الخلع، الخلع كلكم حافظينه انا عارف يعني. اتفضلي. طيب حاضر. يعني دلوقتي انا تطليق، يعني انا النهارده لو عملت متلم النفقه اه حالي وفيه ان هو هيفيد لي اصابه، فبحكم متلم النفقه وحكم والمستندات اللي دخلت او الدعوه كلها، ينفع اثناء طلب التطليق لعدم الانفاق
ينفع عرض الطلب بضم ملف متغرب النفع ده الملف بتاعي وكده يبقى ده السبب او الملف ده يكون هو المستند بتاعي بالتقرير اللي على الحكم. يعني انت عندك دعوه حبس مرفوع طبعا هو في النهايه انا بثبت عدم الانفاق فلا حجة في عدم الانفاق اكتر من حكم نهائي بالانفاق وامتناع الانفاق ودعوى حبس طبعا ما فيش شك ان ده صحيح. نكمل التطليق لعدم الانفاق بنقول بقى ايه طيب التطليق لعدم الانفاق في حته طب افرض الزوج اللي ما بينفقش ده ما بينفقش عشان غايب مرتبطه بشويه الغيبه بس هما نص الماده 5 جابها لوحدها فقال برضو اذا كانت هي طالبه بتطليق لعدم الانفاق بس وليه مال فاهم القاضي ينفذ على المال ما يطلقهاش.